بوساطة روسية، إسرائيل تطلق سراح سجينين من سكان الجولان بعد إعادة رفات جندي من سوريا. الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات جديدة تطال 8 مسؤولين في أجهزة الأمن الإيرانية. والعراق يطلب من الولايات المتحدة بدء بحث آليات سحب القوات الأمريكية، والأخيرة ترفض مناقشة أمر الانسحاب. موجز إخباري، أهلا بكم. أفرجت إسرائيل عن السجين صدق المقتل من سكان مجدل شمس في الجولان بعدما أطلقت الليلة سراح أمل أبو صالح. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإفراج هو بادرة حسن نية في أعقاب إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل من سوريا إلى إسرائيل العام الماضي بمساعدة روسية. قتل 8 مقاتلين على الأقل من الحشد الشعبي العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة الليلة على مواقع تابعة للفصيل الموالي لإيران شرقي سوريا قرب الحدود العراقية. وأفادت مصادر إعلامية محلية في سوريا بوقوع انفجارات في سماء مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية بعد تحليق لطائرات مجهولة الهوية بسماء المدينة. ونفى متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن أن تكون قواته قد شنت أي ضربات في المنطقة. أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين أمنيين إيرانيين في قوات البسيج والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي رفقة وزير الخزانة ستيفن مونيشن إن العقوبات الجديدة ستشمل 8 مسؤولين انخرطوا في قتل المحتجين وفق تعبيره. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أي وفد سترسله الولايات المتحدة إلى العراق لن يناقش سحب القوات الأمريكية، مضيفة أن وجود القوات هناك مناسب. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي قد قال أنه توجه بطلب إلى وزير الخارجية الأمريكي من أجل إرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب القوات الأمريكية. استأنف آلاف العراقيين تظاهراتهم في أنحاء العراق منددين بإيران والولايات المتحدة اللتين شنتا ضربات مؤخرا على الأراضي العراقية، ما أثار قلقا من سقوط البلاد في الفوضى مجددا. وأعاد المتظاهرون إحياء الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المناهضة للحكومة مع دخولها يومها 100 منذ انطلاقها في الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي. ندد علي السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق بالهجمات التي تبادلتها الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق، وحذر من تدهور الأمن في البلد والمنطقة جراء المواجهة بين واشنطن وطهران. جاءت تصريحات السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل له في مدينة كربلاء. إنما وقع في الأيام الأخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية. يقوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ابتداء من الغد ولغاية الأربعاء بجولة خليجية تقوده إلى 3 دول وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان. وتهدف هذه الزيارة إلى التخفيف من حدة التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ مقتل سليماني بضربة جوية أمريكية. التوتر في الشرق الأوسط يتصاعد لتفادي المزيد من تصعيد الموقف. شينزو آبي يتبادل الآراء مع هذه الدول الثلاث، السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كجزء من الجهود الدبلوماسية اليابانية. تلعب هذه الدول دورا مهما في تخفيف التوترات الإقليمية واستقرار الوضع. عرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي المساعدة في التحقيق في تحطم طائرات أوكرانية في إيران. ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن رواية الصاروخ لم تستبعد لكنها غير مؤكدة بعد. وشدد زيلينسكي على طلب بلاده إرسال جميع المعلومات الضرورية لإجراء تحقيق معمق. أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زادة أن أي صاروخ لم يصب الطائرة الأوكرانية التي أسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها، نافيا التكهنات بأن الحادث نجم ربما عن خطأ من دفاعات طهران الجوية. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في طهران أعقب التصريحات البريطانية والكندية والتي تحدثت عن مؤشرات تدل على ضربة صاروخية بالخطأ.
لا يسمح لمنظمة الطيران الوطنية القيام بتخمينات، يجب أن نكون متأكدين مما نقول. سبب تحطم الطائرة غير واضح بالنسبة إلينا حتى الآن، ولكن كما ذكرنا لم يصب أي صاروخ الطائرة بالتأكيد. يجب أن نعرف سبب الحريق. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأزمة في ليبيا خلال اتصال هاتفي. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي أكد موقف بلاده تجاه ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي. من جانبه أكد بوتين سعي بلاده لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا وفق تعبيره. يصوت مجلس الأمن الدولي على تمديد التفويض لعملية تسليم مساعدات إنسانية للشعب السوري عبر 3 نقاط دخول، 2 في تركيا و1 في العراق، غير أن روسيا تريد تخليص مدة التفويض إلى الحد الأدنى. وتنتهي اليوم مدة هذا التفويض الساري المفعول منذ العام 2014 والذي يتم من دون موافقة دمشق. وصلت المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود بعد 2 من المحادثات لحل الخلاف حول سد النهضة والذي تشيده إثيوبيا على النيل، رغم إعلان القاهرة أنها تأمل حل القضايا الخلافية بحلول منتصف الشهر الجاري طبقا للمهلة التي تم الاتفاق عليها مع واشنطن. ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول 3 في 13 من هذا الشهر في واشنطن بهدف حل الخلافات بينها حول ملء الخزان وتشغيل السد. لقد توصلوا إلى مخطط جديد ينص على تأجيل ملء السد ما بين 12 إلى 21 عاما. هذا أمر غير مقبول بشكل تام. وعد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتحقيق السلام في مناطق النزاع في السودان، وذلك خلال زيارة له إلى معقل للمتمردين هي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي منذ نحو 10 سنوات. وتأتي زيارته في وقت تجرى فيها محادثات منذ منتصف تشرين الأول أكتوبر في جوبا بين الحكومة السودانية الجديدة والمتمردين الذين قاتلوا قوات النظام المخلوع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. افتتح البرلمان التونسي جلسة حاسمة للتصويت على منح الثقة للحكومة المطروحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أو رفضها، غدات انتقادات واسعة شملت العديد من الأسماء المقترحة. ورشحت النهضة الحزب الأول في البرلمان الحبيب الجملي في منتصف تشرين الثاني نوفمبر، وقدمته كشخصية مستقلة لتشكيل حكومة طرحها من دون إشراك الأحزاب في الثاني من كانون الثاني يناير. لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون بانفجار قنبلة داخل مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. وأكدت الشرطة أن من بين القتلى ضابط، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن. يأتي هذا الحادث بعد 3 أيام من مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في انفجار دراجة تحمل متفجرات في المدينة ذاتها. في أستراليا دعت السلطات السكان إلى التزام الحذر جراء موجة حر جديدة يفترض أن تضرب البلاد اليوم وتؤجج حرائق الغابات التي تجتاح منذ أشهر جنوب أستراليا وشرقها. واستعد آلاف من رجال الأطفاء لهذا الارتفاع الجديد في درجات الحرارة والتي يتوقع أن تتجاوز 40 درجة مئوية في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث وويلز. ويتوقع أيضا أن تتجه الرياح إلى الجنوب ما يؤدي إلى تفاقم الوضع. تذكيرا بهذه العناوين: بوساطة روسية إسرائيل تطلق سراح سجينين من سكان الجولان بعد إعادة رفات جندي من سوريا. الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات جديدة تطال 8 مسؤولين في أجهزة الأمن الإيرانية. العراق يطلب من الولايات المتحدة بدء بحث آليات سحب القوات الأمريكية، والأخيرة ترفض مناقشة أمر الانسحاب. مشاهدينا، ختام الموجز. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني وأدنى صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب تويتر. دمتم بأمان الله، نلقاكم على رأس الساعة المقبلة.